حقايق ما تعرفهاش عن مياه الشرب والصرف الصحي. تعرف إن الدولة بتدعم مياه الشرب في الشريحة الأولى اللي لحد 10 متر مكعب عشان يوصل سعرها 45% من القيمة الحقيقية؟ وإنك بتدفع 63% من القيمة الحقيقية لسعر مياه الشرب لو كنت في الشريحة التانية اللي لحد 20 متر مكعب، وإن في الشريحة التالتة اللي لحد 30 متر مكعب سعر مياه الشرب 87% من قيمتها الحقيقية. كمان الدولة بتدعم الصرف الصحي، ففي الشريحة الأولى أنت بتدفع 23% من القيمة الحقيقية لسعر الصرف، وفي الشريحة التانية سعر الصرف 60% من قيمته الحقيقية، أما الشريحة التالتة فسعر الصرف 83% من القيمة الحقيقية. تعرف كمان إن فاتورة الدعم السنوي على الدولة لمياه الشرب حوالي 4.15 مليار جنيه، وإن فاتورة الدعم السنوي على الدولة للصرف الصحي حوالي 2.81 مليار جنيه. الدولة بتبذل كل جهد لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب لضمان حياة أفضل لكل المصريين.